في مجموعة من العناصر الغذائية، العناصر المعادن واللي في الجسم عندنا أو الفيتامينات اللي احنا بنحتاج لها كلنا عارفينها، يعني الكالسيوم، فيتامين سي، فيتامين دي، خلاص بقت معروفة جدا وناس بقت فاهمة انه العنصر ده لو ناقص في الجسم ممكن يعمل مشاكل كذا كذا، بس في عناصر تانية الحقيقة مش واخدة وضعها ومش واخدة أهميتها، وبالتالي وارد قوي يحصل تعب بأعراض معينة ونفضل قاعدين نلف على عدد كبير من الأطباء، أو حتى ما نروحش الأطباء بس نفضل إحنا قاعدين بناخد أدوية كتير. وكنا امبارح بنتكلم عن خطورة إن أنا أخد أدوية كتير بدون استشارة الطبيب، ومش فاهمين إنه في النهاية ممكن يبقى الموضوع إنه عندي عنصر من العناصر الأساسية المهمة للجسم في نقص شوية أو في خلل إلى حد ما، فلما نظبطه تبقى ترجع الحالة الصحية كما كانت في البداية. من ضمن العناصر دي اللي مش واخد حقها قوي في الكلام عنها الحقيقة اليود. اليود مهم جدا لجسم الإنسان، خصوصا بنتكلم عن عمل ونشاط الغدة الدرقية. ايه هي الاعلامات وايه هي الاعراض لو حصل نقص اليود في الجسم؟ لما حضراتكم هتشوفوا معانا العرض التالي دلوقتي يمكن كتير يعمل ريليشن او ربط، يعني والله ده الاعراض دي كلها موجوده، ايه ده لما حل اليود بقى هو فعلا من العناصر المهمه جدا. تعالوا نشوف مع حضراتكم في سياق العرض التالي ايه ابرز العلامات اللي ممكن تصيب جسم الانسان لو حصل خلل في هذا العنصر. لازم طبعا ناخد رأي المتخصصين ونعرف إلى أي مدى الكلام اللي احنا بنقوله ده دقيق فيما يتعلق بصحة الإنسان، وكمان لو حصل إنه حد أصيب بهذه الأعراض إمتى لازم يروح لطبيب وإمتى ممكن يشتغل على بعض الحاجات المساعدة زي مكملات غذائية أو فيتامينات أو سبلمنتس، يعني مكملات، أو حتى عن طريق التغذية. وبالتالي معنا هاتفيا الدكتورة منى عبد المطلب استشاري التغذية. يا صباح الفل يا دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. انا بحس دايما ان اليود من العناصر المظلومه شويه، مش واخد حقه كده زي الكالسيوم وفيتامين دي وفيتامين سي، فيا ريت حضرتك بصفه عامه تعرفينا اهميه اليود للجسم ونقصه او اي خلل فيه ممكن يعمل ايه. هو فعلا يعني اليود احنا يعني كتير مننا مش داري بانه يعني حاجه في منتهى الاهميه، لان هو مسؤول عن صحة غدة مهمة قوي عندنا في جسمنا، وهي طبعا الغدة الدرقية وإفراز هرمون الثيروكسين أو الثيرويد هرمون، وده الهرمون الحقيقة اللي هو يعني ليه علاقة بقى بالحاجات المهمة كلها عندنا، ليه علاقة بأن وزننا ما يزيدش، ليه علاقة بأنه أنا أقدر أفكر أحسن، أنه حتى الطفل يقدر يكبر بطريقة سليمة، ما يطلعش قصير، ما يطلعش عنده قدراته العقلية مثلا قليلة. فده مهم قوي 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 بالنسبه لنا. وفي يعني لما يبقى عندنا مشكله في اليود وتصنيع هرمون الثيرويد ده او الهرمون اللي بيتصنع عن طريق الغده الدرقيه، في اعراض كثيره ممكن الناس ما تبقاش برده واخده بالها منها، ودي بشوفها بقى في العياده حد واحده مثلا، وبقول واحده لانه اكتر بيبقى في السيدات، تيجي تقول مثلا انا بزيد في الوزن بطريقه كبيره قوي وانا مع اني ما باكلش كتير. ده حقيقي، دي شكوى على فكرة بنسمعها كتير جدا. دي شكوى فعلا. طبعا بيبقى في حاجات تانية زي مثلا حد يقول انا على طول حاسس اني تعبان وعندي ضعف او شعري بيقع كتير او ما عنديش طاقة، او بحس ان انا سقعان مثلا طول الوقت، يعني البرد بالنسبة لي حاجة مزعجة جدا. الناس اللي بتشتكي من مشاكل في البشرة بتاعتها بطريقة يعني في جفاف شديد مثلا او في قشر او كده،
الحاجات دي كلها لازم تبقى أعراض كده تنبهنا، خصوصا بقى لما يعني بنبص عليها، ابص عليها الاقي مثلا في بقى اعراض تضخم الغده الدرقيه في الرقبه، اعمل التحاليل الاقي فعلا في نقص، يبقى اذا احنا عندنا فعلا مشكله. طب اليود يا دكتور بيتعرف ازاي؟ تحليل معين ايه بيتعرف ازاي؟ هو طبعا احنا لينا تحاليل بنطلبها علشان اعرف كميه الهرمون اللي اوريدي موجوده عندي في الجسم اللي هي بتتصنع عن طريق اليود، وممكن اطلبه هو شخصيا ولو انه يعني مش كمان ان احنا بنطلبه، ولكن احنا بنطلب الدلائل عليه لحد ما في الاخر بنربط بقى التحاليل مع الاعراض مع الفحص الطبي، وفي الاخر بيبقى واضح جدا. طب يعني معلش يا دكتور تقول لنا اسم التحليل برضو عشان الناس تستفيد. هي الهرمون احنا بنطلب حاجات كتير لانه حضرتك عارفه الهرمونات دي ليها دلائل كتير. فأنا لا بتكلم على اليود تحديدا. لا اليود تحديدا محطوط بطلبه هو تحديد، يعني يروح المعمل ويقول انا عايز تحليل يود. بس هو للاسف بيبقى يعني سعره غالي شويه ومش منتشر قوي، يعني مش كتير مننا بيطلبوا، بنطلب دايما الحاجات الداله عليه اكتر يعني. الحاجات الداله عليه اكتر. طيب سؤال اخير يا دكتور بعد اذن حضرتك، لو الاعراض حد عنده من الاعراض اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي وعرضنا منها في الانفوجراف اللي عرضناه من شويه، بيتوجه للطبيب، العلاج بيبقى ايه؟ وخلال وقت زمني قد ايه ممكن نظبط موضوع اليود في الجسم فتبدا الاعراض اللي بنشتكي منها تقل شويه، خصوصا موضوع ان انا الجسم بيتخن مع اني مش باكل كتير، ان دي شكوى الحقيقه بيبقى دمها تقيل قوي، ان الواحد بيبقى ما بياكلش كتير وعمال يملى في الوزن، فيعني دمها تقيل الحقيقه. طبعا هي دي بتبقى يعني حاجه مزعجه جدا، ولكن احنا مجرد يعني لو فعلا اتضح ان احنا عندنا نقص فيه او نقص في الهرمون بتاع الغده او كده، دايما يعني الانسان لما بيبتدي على طول ياخد الهرمون التعويضي او بياخد مصادر اليود الدنيا بتتحسن جدا، حاله بيتقلب راسا على عقب، يعني بتلاقي الدنيا اختلفت معاه تماما. لانه فعلا بيبقى جاي حتى عنده بطء في الرد عليه، يعني ناس كتير قوي تبقى جايه وانا بتكلم معاها في اول مره بترد بصوره بطيئه مش فاهمه قوي، تخينه كسلانه، لا بعد كده لما بتاخد العلاج وبتاخد المصادر الغذائيه بتلاقي الدنيا اتقلبت خالص، شخص تاني خالص يعني. ده زائد انه احنا المفروض نحافظ بقى ان احنا ما يحصلناش اصلا نقص، يعني ان احنا ناكل الحاجات اللي هي يعني ايه بقى يا دكتور ايه بقى؟ يعني اسماك طبعا، هي الاسماك البحريه اغنى حاجه في اليود، زائد ان في حاجات بقى احنا يعني برضو شدي بالنا منها زي الحليب. زي اسماك البحريه معلش انا اسفه، يعني بوري ولا بولتي؟ كل الاسماك البحريه زي البوري، زي يعني كل الحاجات اللي هي مصدرها مصدر بحري، الجمبري، الطحالب البحريه، كل الحاجات البحريه غنيه جدا جدا باليود. حلو. وعندنا حاجات تانية مش بحريه بقى، عندنا حليب، عندنا البيض، عندنا الفاصوليا، الحاجات دي، الفواكه الحمراء اللي لونها احمر دي برضو بيبقى فيها يود، دي هتحمينا طبعا من النقص دي. الفلفل الالوان، انا عارفه ان حضرتك نصيره الفلفل الالوان. طبعا. حببتيني فيه يا دكتور. لا يعني الصبغه الحمراء دي سبحان الله يعني مرتبطه بحاجات كتيره قوي، مواد مفيده جدا للقلب والغده وكل حاجه، مليانه فوائد. فدي بتساعدنا جدا على الخسسان، احنا دايما بنحطها حتى في الانظمه الغذائيه علشان تساعد الانسان على حاجات كتير. الفلفل الالوان وتحديدا الاحمر. وكل الحاجات اللي لونها احمر، يعني احنا عندنا حاجات كتير مش شرط الفلفل كمان الالوان، احنا عندنا الطماطم، عندنا البطيخ، عندنا العنب الاحمر والتفاح يعني الاحمر. هتلاقي اللون الاحمر ده متوفر الحمد لله، يعني ربنا عمل لنا مصادر كتير ليه. تمام. فدي هي بس احنا كمان مش واخدين بالنا انه الملح بتاعنا، احنا طبعا عندنا في مصر الحمد لله مشروع تدعيم الملح باليود. فالملح بتاعنا كمان فيه يود، فاحنا يعني الناس هي كان بيجي لها في المناطق النائيه او كده اللي ما بتستخدمش الملح المدعم باليود اللي احنا بنستعمله، دول كانوا بيجي لهم اكثر نقص في العنصر ده، فهو برده موجود، بس طبعا احنا مش بنستخدم الملح بكميه كبيره، ولكن احنا بنستخدمه بالطريقه العاديه بالكميه المسموحه. نعم. فدي كلها مصادر كويسه قوي. نعم. الدكتوره منى عبد المطلب استشاري التغذيه، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم، وحقيقي حقيقي يعني نصيحه من القلب، نهتم يعني نقرا كتير وندرس كتير ونتابع هذا الصباح كتير عشان يبقى عندنا معلومات مهمه عن العناصر اللي جسمنا محتاجها. الموضوع مش بس فيتامين سي علشان المناعه والكالسيوم وفيتامين د عشان صحه العظم والبشره، لا في عناصر تانية مهمه جدا ناقصها بيعمل مشاكل كتير. موضوع انه انا ما باكلش كتير خالص ومع ذلك وزني عمال يزيد، دي بنسمعها كتير جدا. وحاجات تانية ليها علاقة بالغدة الدرقية، وموضوع ان انا على طول بقيت تعبان، على طول عندي ارهاق، على طول عندي خمول كده، مش قادر اعمل، بتعب من اقل مجهود.
في حاجات كتيره قوي ما بناخدش بالنا منها وما بنقدرش نربطها. التوجه للطبيب المتخصص هو اللي هيقول لنا نعمل ايه وايه التحاليل اللي محتاجينها، ومن هنا يبدا العلاج باذن الله، والله هو الشافي الكافي، وربنا يا رب يشفي الجميع ويكتب الصحه للجميع.